بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده واحد من الناس في رمضان. متعودين مع حضراتكم في واحد من الناس في رمضان بننزل كل يوم بنروح بنقابل اجمل ناس في مصر، عمال مصر اللي بيبنوا بيشيدوا في نهار رمضان المشروعات القوميه الكبيره. نقول لهم شكرا، كتر الف خيركم ورمضان كريم. واحد من الناس، مساء الفل يا رجال، رمضان كريم عليكم. النهارده قبل ما نتحرك تحبوا تروحوا فين؟ في والله مشروع طرق، شبكه طرق تبني اسفلت، اسمها شبكه طرق اسفلت السكن لكل المصريين. تسمع عنها؟ لا حد يسمع عنها؟ طيب انا هوديها لكم عشان نشوفها هي بتتبني ونشوف العمال اللي هناك ونقول لهم رمضان كريم. استنى بس كده اخش على جوجل اشوف مكانها فين. اطلع على طول. عايزين فزوره النهارده لغايه ما نوصل؟ عايزين فزوره؟ طيب والجائزه مقدمه مني قبل ما نوصل لشبكة الطرق اللي بتتبني. مسلسل أرابيسك اتعرض سنة كام؟ محدش يبص الموبايل. 83. أرابيسك 86. أرابيسك 84. أرابيسك 3-4. أرابيسك 84. بطولة الفنان الكبير صلاح السعداني. مالكمش نصيب. اول مره اتعرض كان في رمضان 94. اطلع يا عم على طول على شبكه الطرق. بقول لكم ايه، شوفوا لكم حل. نطلع على طول يلا. اظن احنا وصلنا هناك اهوت. يا ريت نقف هناك على الشمال. نقف عند العمال ده لو سمحت. نقف عند العمال ده، ربنا يكرمهم والله. يلا السلام عليكم. صباح الفل، رمضان كريم. الله اكبر. بتعملوا ايه؟ شغالين. بتعملوا ايه؟ شغالين بنرصف في الطرق يعني. مشروع الطريق. ايوه مشروع. حضرتك منين؟ نصيوت. اسمك ايه؟ احمد علي. تشتغل ايه يا احمد؟ شغال بلا بلدوره. ماشي. وحضرتك منين؟ فيوم. تشتغل ايه؟ بشغل البنا. بنا؟ بتعملوا هنا ايه؟ طريق؟ نبني طريق بندوره. طريق بندوره؟ ايه طريق بندوره؟ بنرصف يعني طريق. بنرصف طريق. حضرتك مين؟ مصطفى من في الغفر هنا، طلع الغفر. منين؟ من بلبيس. من بلبيس. وحضرتك؟ ربيع رمضان من منفلوطه اسيوط. اسيوط ما شاء الله، كله محافظات. وحضرتك؟ الزقازيق الشرقيه. سهل ايه؟ ايه؟ بونز. بتعملوا ايه؟ احنا ان شاء الله بنعمل تنسيق موقع وطرق سن واسفلت وبردوره وانطلق. عارف تسال ايه؟ مساح. مساح منين؟ فيوم. اسمك ايه؟ اسامه. حضرتك؟ مساح من المنيا. اسمك ايه؟ محمد يوسف. وحضرتك؟ محمد مشرف يا باشا. منين؟ من متغمر الاهليه. عندك اولاد؟ ايوه. مين ومين ومين؟ سهيله وحبيبه واحمد وشيماء. ما شاء الله. وانتوا بتفطروا مع بعض بقى في رمضان؟ كل مجموعه في شقه بتفطر مع بعضها. بتفطروا مع بعض؟ كل مجموعه دي موجوده. طيب بصوا بقى، انتوا بتحبوا الفوازير وكده؟ الحقيقه انا جاي اولا عشان اقول لكم شكرا، وانتوا بتعملوا مشروع كبير، مشروع طريق كبير، ورمضان كريم عليكم، كتر الف خير. فانا احنا قلنا بس نيجي في رمضان كده في نهار رمضان نقول لكم كرسان طيبين. هسال شويه اسئله واللي يجاوب هيفوز، واللي يفوز ما يجاوبش تاني عشان يدي فرصه لغيره. ماشي؟ جاهزين؟ الفنان محمد هنيدي في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان اسمه ايه؟ خلف الدين. انت مذاكر على طول. على طول خلف الدهشوري. طب مبروك يا سيدي، ادي 1000 جنيه من البرنامج هدية لحضرتك. السؤال الثاني، الفنان اللي اتعملت باسمه سلسلة افلام في الطيران وفي البوليس. تعالى. تحب اسماعيل ياسين؟ طبعا. طيب ألف مبروك، 1000 جنيه من واحد مليون. ألف مبروك. السؤال الثالث، لاعب مصري لعب في الدوري الألماني، هاني رمزي ولا وائل جمعة؟ وائل جمعة. هاني رمزي. هاني رمزي. هاني رمزي. هاني رمزي. مين اللي جاوب؟ هاني رمزي. تعال. مبروك. 1000 جنيه من واحد من الناس. طيب لاعب مصري لعب في الدوري الانجليزي، ميدو ولا اسلام الشاطر؟ اسلام الشاطر. تعالى. ايوه اديك كسبت اهو، سقفوا له. ما
طيب سؤالك يا صعب بقى، صعب. مين مدرب نادي ليفربول اللي بيلعب فيه محمد صلاح؟ ها جواب نهائي مظبوط، مبروك. السؤال اللي جاي، ايه اول نادي لعب فيه محمد صلاح في انجلترا؟ اللي جاوب ما يجاوب، اللي فاز ما يجاوبش تاني. تشيلسي. تشيلسي صح، برافو عليك، مبروك. 1000 جنيه دي من البرنامج، سقفوا له. انتوا غاويين كوره وغاويين فن ما شاء الله. السؤال اللي جاي، كم عدد الدول العربيه؟ 27. طب انا هقول لكم اجابات وتختاروا انتوا منها. 22 ولا 23 ولا 24؟ 24. تعالى سقفوا له، مبروك. 1000 جنيه دي واحد من الناس. تعالى اتفضل اتعرف عليك. اهلا وسهلا. طب حد ممكن يترجم لنا بيقول ايه؟ ما بيتكلمش يعني. اسمه ايه؟ وليد. وليد بيشتغل ايه وليد؟ بيشتغل عامل. ربنا يحفظك يا وليد، انت منور الدنيا. السؤال اللي جاي، في كرة القدم بيكون في فرقتين، كل فرقة بتتكون من كام لاعب؟ تعالى. مبروك 1000 جنيه، واحد من الناس. مين هو بطل مسلسل المعلم اللي بيتعرض دلوقتي على مصطفى شعبان؟ أولا ده حافظ عند دخل على طول أصلا، ما ادانيش فرصة أسأل. مبروك 1000 جنيه، واحد من الناس. السؤال الأخير، مين هي الدولة اللي فازت بكأس العالم مرتين ورا بعض؟ مصر. فرنسا. مرتين ورا بعض. مرتين ورا بعض. فرنسا. مين؟ إيطاليا. تعالى مبروك. عارف فازت سنة كام؟ 1934 وسنة 1938. كرسان طيبين؟ طيب. انتوا بتعملوا مشروع مهم، مشروع طريق عظيم. ورمضان كريم عليكم. الله أكبر. واحنا بنقول لكم انتوا اجمل ناس في مصر عشان انتوا اللي بتبنوا وتعمروا في البلد. حد عايز حاجه؟ رمضان كريم عليكم، واشوفكم على خير في صحه يا رب وستر وسعاده. وانا كنت سعيد وكنت معاكم النهارده. كرسان طيبين، السلام عليكم. زي ما حضراتكم شايفين بمشروع طريق كبير بيتبني 60 كيلو، بيبنيه مجموعه من العمال المحترمين من كل محافظات مصر. جينا لهم وقلنا لهم كرسان طيبين، رمضان كريم. هم دول اجمل ناس في مصر اللي بيبنوا وبيعمروا مصر.